النهارده كان مجلس النواب يعود للانعقاد اليوم. النهارده كان في كلمه مهمه قوي، وعايزكم بس ايه تركزوا في الكلمه. سياده المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قال كلمه، هسمعكم الاول الجزء اللي هو عايزك تركز فيه، عايز حضرتك تركز، لانه هي جزئين، يعني هي كلمة ولكن أنا في جزئين. جزء عايز حضراتكم تركزوا إنه سيادة المستشار الجليل بيقول للسادة النواب قدامكم عملا جادا، وعايزين الأغلبية والمعارضة يحطوا مصلحة مصر أولا، وهم دايما كده. بس بداية الكلام كمان النهاردة هي رسالة مهمة، رسالة للكل يعني. والفترة الجاية في يعني صياغة لأهداف قومية استراتيجية، هكذا قال سيادة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وده رجل قانون دستوري ورئيس محكمة دستورية عليا. فيعني الكلمة اللي بيقولها النهاردة في مجلس النواب كل كلمة لها معنى، ما عنديش تفسيرات عشان ما حدش يقعد، ما عنديش تفسيرات. هو قال الكلام اللي انا حابب حضراتكم تسمعوه، اللي حابب حضرتك تعرفه، اللي حابب حضرتك تعرف سياده المستشار الجليل حنفي الجبالي النهارده الرساله اللي بيقولها. طبعا بيقولها في المجلس، وبالتالي لازم الراي العام يعرفها. يعني ايه هي؟ ما اعرفش، بس هي طبعا واضحه. قال ان احنا بنبني دوله جديده، وده بيفرض علينا انه نخلي قدام عينينا بالكلام اللي انا يعني نعرفه كلنا ونبقى فاهمينه، قدام عينينا نبض الجماهير. يعني الجماهير عايز ايه؟ فاحنا كنواب لازم نبقى حاطين ده قدام عينينا، ان احنا بنبني دوله جديده، الجمهوريه الجديده. وانه عايزين الوضع كمان مع افتتاحنا للدور الانعقاد الحالي نخلي بالنا انه المجلس كله باتجاهاته المختلفة يكون يعني أشد بصيرة وأبعد نظرا في الالتزام بمصالح الشعب. وإن احنا علينا عندنا قائد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اللي بيتصدى بكل جرأة وصراحة إن يحقق آمال هذا الشعب العظيم. وبالتالي احنا علينا يعني نضع ايدينا في ايدين بعض كمعارضه وكمان ك يعني اغلبيه، نخلي مصر اولا ومصر قدامنا، وان هناك عملا جادا ينتظركم يا نواب. هنا هو موجودين في القاعه معارضين او مؤيدين او اغلبيه، اللي هي اغلبيه يعني الاغلبيه مع المعارضه. خلي قدام حضراتكم لو سمحتوا، عندنا صياغة أهداف قومية واستراتيجية تتطلب إن احنا نضع إيدينا مع بعض الأغلبية والمعارضة. قول رأيك زي ما أنت عايز، ولكن في مصلحة وطن أهم من أي حد. تعالوا نتابع ماذا قال سيادة المستشار الجليل حنفي الجبالي وهو يتحدث النهاردة. رسالة مهمة، رسالة قوية تحمل الكثير من المعاني. كل واحد يقرأ رسالة رئيس المجلس بدماغه، حضرتك بدماغك اقرأها كيفما شئت. أنا ما عندي قراءتي، أنا لنفسي قراءة حضراتكم لما تسمعوا، لأنه هي بقول لحضراتكم هو كلام له مهم جدا مع بداية الانعقاد في هذه الجلسة، لأنه في شغل كتير جاي. تاني شغل كتير جاي الفترة الجاية في دور الانعقاد الحالي، في شغل كتير جاي، وأنا بقول لكم شغل كتير قادم. نتابع. الزميلات والزملاء الأعزاء، إن عملا جادا ينتظركم ومستقبلا مشرقا سيولد على أيديكم، فليضع المجلس يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى، ولتضع الأغلبية يدها في يد المعارضة، ونحن نصوغ الأهداف القومية في استراتيجية ثابتة تكون موضعا للرضا العام، ثم ونحن نترجمها إلى سياسات وتشريعات تضمن تنفيذها
ولتكن يد الله فوق أيديكم، ونعد أن نبذل مزيدا من الجهد في تعاون تام مع مؤسسات الدولة كافة لتحقيق تلك الأهداف. الزميلات والزملاء الأفاضل، إننا نبني دولة جديدة، وهذا يفرض علينا أن نضع نصب أعيننا نبض الجماهير، وأن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه. وسيكون هذا المجلس بكل اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظرا في الالتزام بمصالح هذا الشعب الأبي بقيادة المواطن المخلص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو قائد المسيرة الذي تصدى بكل جرأة وصراحة لتحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم، لتكون مصر محوراً من محاور التنمية في المنطقة. فمصر المستقرة هي شموخنا ومصدر اعتزازنا، وسوف تعيش آمنة مستقرة، وستبقى كذلك بإذن الله. الزميلات والزملاء الأعزاء، إننا نقطع عهداً على أنفسنا أن نكون في خدمة قضايا الشعب العظيم الذي حملنا أمانة كبرى وأولانا ثقته، أن نحول هذه الثقة إلى عطاء بلا حدود لنبني وطناً عزيزاً يفيض بالخير والنماء والاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. تحدث سيادة المستشار الجليل حنفي جبالي في بداية الكلمة على أداء النواب خلال العام الماضي، وما قام به النواب تشريعات قوانين عمل جاد خلال الفترة العام الماضي تحديدا أو دور الانعقاد الأول، وبالتالي كان هناك إشادة كبيرة. وتحدث أيضا عن طبعا ما قام به النواب، ربما أيضا المناقشات اللي تمت، الحوارات اللي تمت، إتاحة الفرصة للنواب يتحدثوا في طبعا في مناقشات مختلفة. وطبعا فيما يتعلق ربما كان دور الانعقاد الأول كان سلسا، تاني بقول سلسا، يعني كلمات بتطلب، ناس نواب بيتكلموا، كل واحد بياخد الكلمة، توقيت من خلال رئاسة الجلسة أو من خلال المنصة. ما شفناش حاجات، يعني زي ما بقول كده، حاجات كنا بنجدها في مجالس سابقة في سنوات طويلة. المجلس ده شاهد في أوقات إنه ناس، آسف يعني، بيرفع الحذاء بتاعه في المجلس. انتوا ما شفتوش المجالس اللي احنا شفناها، كان يطلع نائب كده يحط الحذاء بتاعه قدامه او يمسكه في ايده كده. كان بيحصل ده، كان بيحصل ضرب وخناقات ما بين وزراء ونواب، شفناها وعشناها وتابعناها. كان بيحصل شتائم وسباب والفاظ رهيبة كانت في هذا المجلس. المجلس ده يعني لو بيتكلم كان كتب تاريخ. القاعة دي لو بتتكلم، بس كله مسجل. ما هو خلي بالكم مجلس النواب ده مسجل من ساعة ما اتعمل لحد دلوقتي، كل حاجة دبت النملة هناك مسجلة. ولكن بقول القاعة نفسها كتاريخ، تحكي حكاوي حصلت وإيه وكوارث كانت بتحدث في هذه القاعة. كانت بتكلم على الماضي، ماضي ماضي ماضي، ده حاجات يعني لو عايز تتكلم ممكن تتكلم سنوات يعني عليها. وقاعة شهيرة وفبركة. ده مرة الوزير زكي بدر الله يرحمه كان أيمن نور في جريدة الوفد يطلع كل يوم والتاني إيه، يعمل يجيب لك ناس كده ويقول لك التعذيب في السجون المصرية، التعذيب في أقسام الشرطة، ويجيب ناس بقى إيه ظهرها معمول إيه ورجليها إيه والشاي وحاجات كده. اتضح الكلام ده مفبرك، وكان بياخد زميل لينا بيصور من غير ما اقول اسمه، يعني هو معروف يعني،
وياخد يفرد ايه صفحتين في جريده الوفد، قول لك الداخليه والداخليه والداخليه. ايمن نور كان تقريبا معرفش في السودان ولا جاي منين، فجاي المطار بيستقبلوه في المطار، فقعد في مكتب من مكاتب امن الدوله، فقعد يتكلم وايه اللي بيحصل وايه بيتسجل صوت وصوره. وزكي بدر راح واخد التسجيل صوت وصوره وعرضه في مجلس الشعب وقال لهم اهو اللي عمل يفبرك، ما طول عمره بيفبرك ويزور مش اول مره يعني. اسمعوا يا جماعه مجلس النواب، اسمع مجلس الشعب. وكانت جلسه شاهده على تزوير ايمن نور، شاهده موجوده يعني اتعرض الكلام ده. طلع مع وقتها مش عارف نائب شاكر اسمه دلوقتي، كلم فزكي بدر طبعا حصل ما حصل في هذا اليوم وهذه الجلسه، جلسه تاريخيه. قال لهم اهو بيتكلم اهو بيقول على اللي بيعمله بيفبرك، وعارفين طبعا الله يرحمه كان لواء زكي بدر بيعمل ايه تحت قبه المجلس. وقعد بقى ايه ادى بقى بيعمل هم دول. ومره عملها مع ابو حازم ابو اسماعيل، حازم صلاح ابو اسماعيل كان وقتها عضو مجلس نواب مجلس شعب، وقال ده تاجر عمله، صلاح ابو اسماعيل ده بيتاجر في العمله، وكان بيتاجر في العمله. اصل وزير داخليه بيتكلم ما بيتكلمش انشا، وزير داخليه بيبقى عنده ورق او عنده تسجيلات او عنده معلومات يعني في الاخر. مفيش وزير داخليه بيطلع يقول كلام ما حصلش. انا بقول لك ما ينفعش لانه يحاسب عليه. اما يطلع وزير داخليه يتكلم عنده المعلومات، متابعات، رقابه، باذون نيابه، بتسجيلات، صوت وصوره، زي ما انت عايز. ده مره قبضوا على واحد في ميدان التحرير في اواخر الثمانينات كده، اوائل تقريبا اواخر الثمانينات قبض عليه متلبس بياخد رشوه. حد كان في الوقت ده عمال يكتب حاجه يقول حاجات المهم يعني من غير اسماء يعني. تاني بقول لحضراتكم كان واحد بيشتغل في مجال بعيد عن الصحافه، يعني في حاجه بعيد عن الصحافه عشان ما حدش ياخد يربو حاجات، بعيد عن الصحافه حاجات كتيره. فالقاعه دي بقول لحضراتكم ليه المجلس ده مختلف، انك ما تسمعش فيه حاجه الانضباط الاحترام. حتى لو حد عايز يقول يعارض يعارض، ما عايز تعارض تعارض، ما عايز تعارض مشروع قانون عارض، عايز تقول رايك قول، رايك في الحكومه قول، زي ما انت قول زي ما انت عايز، انتقد كيفما شئت. ما انت المجلس هنا مش المجلس كله بيصفق، لا المجلس كله مش بيصفق، في اغلبيه كبيره جدا وفي معارضه. وانا بقول حتى لو اي حد عايز يقول رايه يقول ويعارض كما فهمش، ولكن ايه الاحترام، وتحترم اي حد يقول كلامه ويعارض. ما عندكش اي مشكله في المعارضه بالمناسبه خالص ولا في الانتقاد ابدا، ده الدستور والقانون كله لك حريه النقد وحريه انك زي ما انت عايز، ولكن ايه بقول كده دون الخروج عن انك تسب. ما ينفعش انك تسب، لانه السب ده معناه يعني ده اتهام، انك تهين حد او انك تتقول او انك تقول لحد حاجة وبدون يكون عندك دليل. تاني بقول عشان كده هذا المجلس بقول مجلس مختلف. ناس ايه الناس دايما او البعض يحب الصخب، انه عايز مجلس ايه يكون مخربش. طب ما هو مجلس يخربش مش لازم يبقى فيه خناقات، يعني مش لازم مجلس يكون كله ناس بتخانق مع بعضها تضرب بعضها. خلي بالك حضراتكم الكلام ده كمان لما بيحصل بيسيء للمؤسسات، لو حصل في اي مكان بيسيء. طب انت النهاردة انت نائب عن الشعب، النائب عن الشعب تمثل لا تمثل نفسك، انت تمثل الشعب، وبالتالي كلامك بالمنطق، لغتك بالمنطق، حوارك بالمنطق، مناقشتك بالمنطق، تطلب الكلمة ورئيس الجلسة سيادة المستشار حنفي الجبالي بيدي الناس كلمات، بيدي الناس النواب بيديهم الكلمات في مختلف. وبالمناسبة يعني اللي ما بيبقى في مناقشات كمان بيدي في الجلسات العامة بيدي كتير جدا، واحنا بنعرض حاجات من الجلسات العامة كمان في مناقشات القوانين. ولكن هناك زي ما بقول كده مجلس يعني لهم كل التحية، مجلس لان احنا كمان في وقت بنبني بلدنا. خلي بال حضراتكم 2014 و2015 و16 و17 و18 يعني زي ما بقول كده كنا في وقت صعب.
عندنا ارهاب وعندنا حاجات وعندنا ناس مش عايزين يعطلونا ومش عايزين البلد تمشي ومش عايزين المجلس ده يتعمل، وكانوا بيعملوا حملات ضد المجلس ده والناس تقاطع المجلس انتخابه، وبالتالي عايزين يعطلوا مؤسسات البلد ما يبقاش فيه مؤسسات. هم كانوا بيراهنوا على كده وحاولوا يعملوا كده كتير، وارهاب كتير واغتيالات كتير قوي، يعني عشنا ايام صعبه جدا. النهارده لا، النهارده بقول لك موضع مختلف تماما. ادي مجال المعارضه تتكلم، ادي مجال الناس اللي عايز ينتقد في موضوع ينتقد، الناس لو حد عنده مشكله في قريه ولا في ناجو ولا في محافظه يقول رايه، ايه ولا البلد مش هتقع. كنا في وقت بالمناسبه الدنيا كانت صعبه قوي، صعبه قوي. النهارده البلد الحمد لله ماشيه يعني زي القطر. القطر اللي طلع محطه مصر، القطر الروسي، وبعدين القطر الاسباني اللي هيجي لنا اسمها شركة تالجو اللي بتعمل لنا قطارات كمان حديثة من اسبانيا، سيادة وزير كامل كان هناك الايام اللي فاتت، هوريها لكم بعد شوية، قطارات الاسباني الجديدة الجميلة اللي حاجة يعني ايه يستحقها الشعب المصري، المقاعد بتاعتها زي مقاعد الطيارة كده، حاجة جميلة. فالبلد اللي طلعت والقطر اللي طلع ده، القطر مش هيقف الا لما ان شاء الله، ان شاء الله بعون الله وبجهد من المصريين ودعم كبير جدا من كل واحد في حضراتكم وكل مؤسسات البلد كلها كله على قلب رجل واحد، عشان البلد دي تكبر اكتر واكتر واكتر ان شاء الله باذن الله تعالى. فمحدش هيعطل البلد خلاص. يعني ايه؟ طبعا هم بيحاولوا، وامبارح الداخليه ماسكه يعني محاوله احياء للتنظيم، واحنا بنتكلم دايما في الحكايه دي، ما تديش امان للاخوان ابدا في اي وقت. الاخوان لازم تفضل تضرب على دماغه ليل ونهار، لازم يبقى كده اهو، تفضل اوعى تديله وقت كده انه يتحرك، انه يحاول احياء نشاطه تاني، ابدا ما تدلوش الحكايه دي ابدا ولا في اي وقت. هرجع اتكلم على الداخليه عشان ضربه كبيره جدا اليومين اللي فاتوا، مهمه قوي هتكلم عليها. الشنطه بتاعته هوريكم الشنطه بتاعت الاخواني اللي هو مع التنظيم، اللي كان مع صفوان ثابت، هوريها لكم بعد شويه، هوريها لكم بعد شويه، لانها ضربه مهمه قوي وتقيله قوي وموجعه قوي. انت لما تشوفوا الشنطه بتاعت صفوان ثابت يا نهار ابيض على صفوان ثابت، يقول لك انا مش اخواني، رفع عليا قضايا قد كده. المهم خلينا نروح نشوف سيادة المستشار حنفي الجبالي يتحدث عن مجلس النواب وإشادة بمجلس النواب. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، ونحن نتأهب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، أجد أنه من الإنصاف أن أقر بأن أداءكم البرلماني في دور الانعقاد السابق كان حماسياً متدفقاً بمقدار الأمانة التي أودعكم إياها شعب مصر العظيم، وتحليتم بالشجاعة وظهرتم بالمظهر والجوهر اللائقين، وكنتم على قدر المسؤولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل بذلك مجلسكم الموقر إخلاصاً منقطع النظير في مناقشة كل ما طرح عليه من موضوعات، وإقرار عدد مهم من التشريعات، وطفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط، للترشيد لا للتنديد، لتكون قبلة المجلس مصر العزيزة ووجهته تبيان الحقيقة. وحققتم بذلك التوازن بين دور المجلس الرقمي ودوره التشريعي، وكنتم بذلك ضمير الشعب وإرادته وكلمته الحرة وعينه الساهرة. فهذه القاعة الموقرة التي شيدت لتحتضننا جميعا، والتي يجري تحت قبتها حوارنا ويصدح فيها صوتنا، وما تشهده من نقاش تفرض علينا أن نصد عنها اللفظ الجارح وإسلوب الإثارة واحترام الدستور والقانون واللائحة والنظام.
مجلس النواب ايضا بعت برقيه النهارده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرأ البرقيه السيد مستشار الجليل حنفي جبالي، تحدث فيها عن شعب مصر، عن النواب، وتحدثوا ايضا في هذه البرقيه وترحيب مجلس النواب باطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والمبادئ التي تستند اليها، وايضا ربط هذه الامور ب الحقوق والحريات. نتابع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتي كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال. ويقدر لكم شعب مصر ونوابه حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل. ويرحب مجلس النواب ويبارك إطلاقكم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تستند على عدد من المبادئ يأتي في مقدمتها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وبين حق الفرد والمجتمع. لقد وضعتم سيادة الرئيس نصب أعينكم هدفاً لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها. لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيدا ونصيرا. ويسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التي استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخا افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن لتتحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال. لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الدولية والإقليمية. فامضي راضيا بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن، وكل عام وأنتم بخير. شكرا سيادة المستشار الجليل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، شكرا لكل السادة أعضاء مجلس النواب. بداية إن شاء الله تكون موفقة، واستعدوا زي ما قال سيادة المستشار حنفي جبالي لما هو قادم، إن شاء الله يكون كله بإذن الله خير لشعب مصر. أي قوانين، أي تعديلات، أي أمور تعملوها في تشريعات الحكومة، كمان بتجهز بعض الحاجات القادمة، حاجات كثيرة بتتم. المجلس قدامه أيضا فترة قادمة عمل شاق ومهم جداً.